النية الشرعية على نوعين. النوع الأول نية القصد والقربة، نية القصد والقربة، وتسمى نية المعمول له، نية المعمول له لمن تتقرب بهذا العمل، لمن تتقرب بالصلاة، لمن تتقرب بالصوم. ما الذي يحدده؟ النية التي في القلب، النية التي في القلب، فهذا تسمى نية القصد والقربة ونية المعمول له. والنوع الثاني نية التمييز والتعيين، نية التمييز والتعيين، والمقصود بها نية العمل، تسمى بنية العمل. فعندما يغسل الإنسان أعضاءه ماذا نوى؟ هل أراد الوضوء فهو وضوء، أو أراد النظافة فهو نظافة، أو أراد التبرد فهو تبرد. فهذه النية تعين العمل وتميز العمل. ومعنى القاعدة إجمالا أن أحوال الإنسان من أقواله وأفعاله مربوطة بنيته، أن أحوال الإنسان من أقواله وأفعاله مربوطة بنيته، فبها يصح العمل أو يفسد، فبها يصح العمل أو يفسد، وبها يثاب الإنسان أو لا يثاب، وبها يثاب الإنسان أو لا يثاب، وبها يتميز العمل عن غيره، وبها يتميز العمل عن غيره. ثلاثة أمور: بها يصح العمل أو يفسد، وبها يثاب الإنسان أو لا يثاب، وبها يتميز العمل عن غيره. فإن كانت النية صحيحة تحقق أحد أركان الصحة للعمل، إذا كانت النية صحيحة تحقق أحد أركان الصحة للعمل أو الشرط، يعني كلام للعلماء هل النية ركن أو شرط لا مجال له الآن. أما إذا كانت النية فاسدة فإن العمل يفسد. يعني لو أن إنسانا صلى على السنة من حيث الظاهر وأتى بجميع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر غير أنه كان يرائي، فإن صلاته باطلة مردودة عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الثواب، فلا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية مطلقا. الأمر الثالث تمييز العمل عن غيره، وهذه يحتاج إليها إذا اشتبه العمل بغيره، لابد من نية التعيين، سواء اشتبه بعادة كالذي يغسل أعضاء الوضوء أو يغتسل، يمكن أن يغسلها عبادة أي وضوءا أو غسلا شرعيا، ويمكن أن يغسلها نظافة، ويمكن أن يغسلها تبردا. ما الذي يميز العمل؟ هو النية. فلا بد هنا من النية، لا بد هنا من النية. الجلوس في المسجد قد يكون للصلاة وانتظار الصلاة، وقد يكون لانتظار صديق، وقد يكون من أجل المكيفات والبراد. ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا؟ النية.
فهنا لا بد من النية، لا بد من النية. نعم.